عسلامة. عسلامة أختي. قد من نروح؟ من نبي عبيدي. مرحبا بك مدام نبي، منين جيتنا؟ جيت اليوم من المرناك. مرحبا. اليوم قلت لي عندك مشكلة اجتماعية، تحب تعمل نداء تحكي لنا مشكلتك؟ هي أنا مريضة، نعدي في سبيطار الحروق بن عروس، عندي الفقرات نتاع ظهري يوجعوا فيا يتاكلوا، وعندي الفقرات نتاع ركايبي يتاكلوا، وكنت باش نعمل عملية وخفت منها ما نجمتش نعملها، قاعدة نواصل مع الطبيب نتاعي ونعدي بالدواء، ناخذ في الدواء، نستعمل في الدواء، يرحم والدي باهي معايا الطبيب نتاعي، الطب الكل باهين معايا، الفرمليات الكل باهين معايا، الله يبارك لهم ربي الناس الكل. وانا ارمله رجلي ميت، ما عنديش وليدات، عندي بنيه واحده هي وربي. قداش عندك دهور صحتك هكا بالحال؟ عندي درجه 10 سنين. عندك 10 سنين توا على الوضع الصحي؟ نداوي وتحسن توا بالكدا بالكدا بالكدا، عجل نعمل في الدواء ونعمل المساج، وديما نعمل التصاور ونعمل السكانير، وديما يقول لي انت تحسنتي بالكدا بالكدا لاباس. ديما نمشي بالموعد في الشهر، نمشي مرتين ثلاثة ولاباس والحمد لله يا ربي. وعند المصاريف نتاع العلاج معناها خالتها 240 دينار هذوكا، والمرأة مش مخليتني اللي ساكنة عندها. شكوني المرأة هذه؟ المرأة هذه خدمت عندها قبل كي كنت صحيحة بالكدا، وبعد مرضت وبطلت وروحت بيا لبلادي لتبرقة. أنت كنت تخدم في تونس معناها؟ كنت نخدم لهنا في الدار عند المرأة، نخدم عندها. كي مرضت روحت بيا، ركايبي يوجعوا فيا وظهري تحير علي. معناتها سنة عام هذا؟ نعم سنة عام. درجة ثلاث سنين. كنت ثلاث سنين تخدم معناها لهنا في تونس؟ نخدم عندها باش نعاون. بعد صحتك تدهورت؟ اي ما عادش نجم، اي ما عادش نجم نخدم، ما عادش نجم نطبس، ما عادش نجم الفقرات نتاع ظهري. انت وقتها كي كنت تخدم عندك بنتك وزوجك؟ وبصغيرتها. لا لا، راجلي عنده، راجلي مات من الثورة يرحمه، مريض ومات من الثورة. قلت لي زوجك توفى عنده مدة وعندك بنتك؟ عندي بنتي معارسة، عندها أربع صغيرات يقرا وبالكدا. يعني أنت في الفترة هذيك اللي كنت تخدم فيها في تونس معناها تعاون في بنتك وفي الصغيرات باش ما يبطلوش من المكتب، نحب نعاونهم ونعمل مستحيلات باش ما يبطلوش، نحبهم يقراوا عجلهم مزواولة وفقراء. وبايهم مسكين زوالي، مرة يخدم ومرة قاعد بطال، ما عندوش خدمة، ما عندوش صنعة باش يعيش بها صغيراته، وبنتي مريضة بكلاويها مسكينة. يعني ظروف صعيبة بتاع بنتك هي خلاتك تجي لتونس تخدم؟ خلتني نجي لتونس ونخدم باش نعاونهم شوية، باش ابوهم شوية وانا شوية، باش المهم باش ما يبطلوش من القراية، عجل يفدوا يقلقوا عيون يقلقوا، ما عندهمش حتى شيء يفدوا يقلقوا يقولوا باش نبطلوا، وانا نشجعهم، نحبهم يقروا، نحبهم يقروا. هي وين تسكن بنت؟ نعم تبرقة. تسكن في تبرقة. كيفاش وضعيتها؟ كارية كيفاش؟ لا مش كارية، ساكنة الدار نتاع حموها، ساكنة في دار حموها مع حماتها، حموها متوفى. لكن معناها الظروف المصاريف وأولاد؟ الأولاد هاي تمشي للمرشدات الاجتماعية، يرحم والديهم ويبارك لهم ربي، يعاونوا فيها ما يخلوهاش، يقدوا لها بالمال الصغار باش يركبوا في الكار يقروا، وكيف ما حاجه يعاونوها المرشده الاجتماعيه تعاونها، عجل تعرف ظروفها وتعرفها ويعرفوها مريضه، الناس الكل يعرفوها مريضه. مريضه بكلاويها؟ قلت بكلاويها، مريضه بكلاويها. قاعده تتعالج ولا؟ قاعده تمشي للطبيب وتتعالج، وقالها كلاويك كل الكلوى اليمين تعبت شويه، تعبت وان شاء الله لاباس. اما امل معناها باش انها تتشافى وقاعده تتعالج هي؟ هي قاعده تمشي للطبيب. مصاريف العلاج شكون يصرف عليها؟ كتاب ده عندها، فما بنات حلال ما يخلوهاش، كي يشوفوا كي تطيح، ما هي كي تطيح تمرض، كي تطيح ما عادش تفيق بروحها بالكل، يهزها بنات الحلال وليدات الحلال، ورجلها كي يعود موجود عندها يهزها، ما يخليهاش، ما يسلمش فيها، ما يخليهاش. يعني انت السبب ظروف الصحيه نتاع بنتك وضعها الاجتماعي خليك تجي معناها تخدم الفتره الثلاث سنين التالي باش تعاونها؟ نعاونها باش ما نخليش الصغار يذاعوا، ما نحبش الصغيرات يذاعوا. باش من وليدات وبنيه يقراوا، الصغير بالكل في الخامسه. والكبير؟ والكبير معناها العام الجاي ان شاء الله ربي ينجح باك. ديما نشجع فيهم نقول لهم اقروا وليداتي اقروا، لكن تخزروا للظروف، نحبهم يقراوا، نحبهم يقراوا وينجحوا، نحبهم يقراوا، ويرحم والدين الناس الطيبة، ويرحم والدين كل من اللي يعاون بالكلمة الطيبة. لكن أنت توا معناها ظروفك الصحية تعبت، معناها قلت لي ثلاثة سنين كنت نخدم. نخدم أنا ساكنة عند امرأة توا في مرناق،
نمشي للطبيب نداوي ونرجع للدار نتاعها، ساكنه عندها في دار عجل، كنت نخدم عندها قبل. ويرحم والديها طلبتني قالت لي ايجي داوي واسكني عندي للتقلقي وتفدي وتروحي وحدك. قالت لي راكي انت في مقام امي، الله يبارك لها ربي هي وراجلها ووليداتها، الله يعطيها صحة لبدين ويعطيها واش تتمنى، هي ورجلها ووليداتها راهي عسل الدنيا، راهي مزيتها ما ننساهاش للي هز ربي نتاعها، ما ننساهاش، نشكرها 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 وشوي. هذه اللي كنت تخدم عندها 3 سنين؟ اللي كنت نخدم عندها، إيمان اللي كنت نخدم عندها. توكي عيطت لك؟ عندها معناها خرجت من الدار قلت راني قلقت شوي نحب نمشي ندور شوي ونهوم عجل انا ديما في الدار. قالت لي امشي خذي راحتك واعطتني الفلوس وقالت لي امشي هومي وتحركي خليه يتحرك الدم شوي باش ما تتعبيش عجل ساقيه تنفخوا. وتوكي مشيت بحذايا يعني باش تتعالج برك مش قاعده تخدم؟ ما نخدمش باش نتعالج ناكل ونشرب ومرتاحه مرتاحه 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 على الاخر زاد الحاجه البلاصه العزيزه وغاليه لي انا. الله يبارك لها ربي تقول لي راكي انت امي يرحم لك. يعني تكمل العلاج نتاعك و كمل العلاج ونبدا لاباس بالكدا وبعد نروح بحذا بنايتي. ما عندك انت ما تنجمش تتنقل معناها بين طبارقه و... ياسر عليا اللواج وحدها ب 30 دينار ونزيد ناخذ تاكسي من الفم لبن عروس ياسر عليا وانا مانيش قاريه ما نعرفش البلايص ما نعرفش حتى بقعه تلقاني نسهل من الواحد لواحد نسهل من الواحد لواحد وربي يرحم والدين الناس الطيبه الكل. قداش عندك معها تو قاعده تتعالج في تونس؟ توا قريب العام عندي جيت لها من المرض عيون مرضت جيت لها قالت لي ايجي 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 تطلب فيا وليت جيت لها جيت وبقيت عندها نمشي نداوي ولاباس والحمد لله تحسنت ولاباس ان شاء الله العام هذا اولاد حلال وبنات حلال يا ربي. العام هذا مشيت طليت معناها على بنتك وترجع؟ نمشي كل شهرين نمشي لها نمشي بحذاها نبقى بحذا 3 4 أيام 5 جمعة أنا وعيوني تقرب الموعد نتاعي نجيها وعندي موعد نهار 28 في الشهر. بخصوص شنو هذا؟ بخصوص العظم والفقرات نتاع ظهري ديما نعمل تصاور ديما نعمل سكانير عجل القروش نتاع ركبتي تكل والفقرات نتاع ظهري تكلوا ما عادش نجم نطبس برشا ماذا بيتي ديما يا واقفة يا نمشي يا ممدودة في الجراية ما نجمش نبقى برشا نقعد برشا. أما يعني علاج فما إمكانية العلاج؟ قالوا لك يعني؟ والله الطبيب يرحم والدي قال لي تحسنتي بالكدا المرة هذه قال لي تحسنتي ما تسلميش قال لي في المواعيد نتاعك وداوي ومعاك ربي. لكن لازمك الراحة. يلزمني الراحة قال لي ما تطلعيش في الدروج ما تمشيش في الدروج ما تتعبيش ما تهزيش حاجة رزينة بين يديك. يعني ما عادش نجم تخدم توا؟ نجم ما نجمش أنا ماذا بيتي أنا عمري 60 سنة توا ما نجمش نخدم. مخك توا تخمم في بنتك وضعها الصحي واولادها؟ بنتي نخمم في صحة بنتي كهو، صحة بنتي قبل كل شيء، قبل كل شيء. نطلب من ربي إن شاء الله تبرى، إن شاء الله تبدا لاباس، إن شاء الله تلقى شكون يهز دواها، شكون يعاونها. هذا ما نطلب من عند ربي. والله وربي يعاونكم وربي معاكم ربي الناس الكل.